بعد التحية حضرتك، يعني أثيرت خلال الأيام الماضية طبعا بخصوص ارتفاع أسعار البيض، الحكومة تدخلت وتم اعتماد لاستيراد 1 مليون طبق بيض بمعدل 30 مليون بيضة مصرية. كان في وجهتين نظر في هذا الأمر، البعض شايف أن الحكومة تدخلت في الوقت المناسب بعد ارتفاع سعر طبق البيض ل 200 جنيه، وصل البيض التركي لمصر ومعروض ب 150 جنيه بالرغم ان هو جاي من دولة تانية ومصاريف في الشحن. البعض وجهة نظر اخرى بتشوف ان كان من الافضل ان الحكومة تدعم صناعة الدواجن وتواجه مشاكلها. وجهة نظر حضرتك في استراتيجية الحكومة، هل في حال حدوث اي ازمة مثل ارتفاع اسعار البيض في مصر، الحكومة هتضطر تستورد لاحداث توازن بين العرض والطلب، ولا تنظر بجدية للمشاكل؟ استاذن سيادتك برضو اتمنى ان استمع للسيد وزير السياحة. طبعا احنا على ابواب الموسم الشتوي، اذا ما تحدثنا كثيرا عن التحديات اللي بتواجه المنطقة، فالحمد لله كثيرا بنتحدث على مصر هي الدولة الآمنة وسط اقليم مضطرب. هل عندنا خطة استراتيجية خاصة بدعم السياحة، ندعو جميع دول العالم السياحة حول العالم لزيارة مصر الدولة الآمنة في اقليم مضطرب بهذا الشكل؟ شكرا فندم. طيب خلينا نتكلم على موضوع الجزء الخاص بالبيض، وهترك لمعالي الوزير يتكلم على السياحة. احنا لما تدخلنا في موضوع ان احنا فتحنا موضوع الاستيراد عشان نحل حل على المدى الفوري، ولكن مش هو ده الحل المستدام للموضوع. حضرتك بنتكلم ان احنا المفروض ان احنا ندعم الصناعة، احنا داعمين هذه الصناعة بقوة، الدولة المصرية من خلال توفير العلف، من خلال العديد من الإجراءات والحاجات الأخرى. ولكن خلينا نتكلم بمنتهى الشفافية، المشكلة وما زالت والتحدي هو في الحلقات الوسيطة. الحلقات الوسيطة بمعنى ايه؟ هو المنتج بيبقى في المزرعة بكام وبيوصل للمواطن بكام، وبالتالي اللي احنا خدناه كإجراء سريع جدا عشان نعمل نوع من التوازن الفوري في السعر، لكن مش هو ده الحل المستدام. الحل المستدام وده اللي انا وجهت بيه، ومش هتكلم في تفاصيل، الجهات اللي موجودة في الدولة انها تتدخل لكسر الحلقات الوسيطة اللي بتؤدي لارتفاع السعر، وبالتالي صاحب المزرعة اللي بينتج البيض هو بيبيعه بالسعر اللي هو تكلفته. وبالتالي انا احاول كدولة ان انا بدل ما انتظر كل الحلقات الوسيطة دي اللي بتؤدي لارتفاع السعر، ان انا ازاي اتعامل يعني بحيث اضمن ان انا اتيح المنتج بفرق سعر او فرق يعني هامش ربح معقول، مش ان هو يبقى مغالى فيه. دي اللي انا كلفت بيها السيد مجموعة، يعني تحديدا السيد وزير التموين والسيد وزير الزراعة والسيدة وزيرة التنمية المحلية، مع الجهات اللي بتنتج ولها إمكانيات وقدرات تنفيذية في الدولة، إن هم يضعوا تصور تنفيذي لهذا الموضوع. هدفه زي ما بقول لحضرتك مش إن أنا أأثر بالسلب على الصناعة المحلية، بل على العكس، أنا عايز أضمن إزاي إن في النهاية المنتج أشجع الصناعة اللي موجودة وأكبرها، ولكن في الآخر يبقى فرق السعر ما بين الإنتاج للوصول للمواطن بهامش معقول، وده اللي إحنا بنتحرك فيه.